ننتقل إلى أبيات أيضا. نعم. كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا، من القائل وما هي مناسبة هذا البيت؟ هذا البيت لأبي محجن الثقفي، وأبو محجن الثقفي من اسمه أنه من ثقيف يعني من الطائف، ويقال إن اسمه مالك، وهو صحابي على المشهور رضي الله عنه، وقد ابتلي بشيء من شرب الخمر، والإنسان قد تجتمع فيه خصال خير ويكون فيه شيء من الخصال المذمومة، والعبرة بما غلب. وقد جاء عنه أشياء كثر يعني نذكرها بأدب، نقول تلبس بشيء من شرب الخمر رضي الله عنه. ثم إنه كان مع جيش سعد في القادسية. أنت تعلم أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما تولى الأمر بعد الصديق رضي الله تعالى عليهما جميعا جهز الجيوش لفارس، وجعل على الإمرة سعد بن أبي وقاص، وسعد خال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يقول هو الأسد في براثنه، وودعه وهو خارج من المدينة بكلمات طيبة، وأنه لا يغرنك أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في وصاياها وصايا عظيمة، منها أن الله يطلع على أسرار العباد، فمن تزين للناس بما ليس فيه شانه الله، ومن أصلح فيما بينه وبين الله زينه الله في قلوب الخلق.